بسم الله الرحمن الرحيم. يا رجال اللقاء يا فخر الوطن، يا العيون الساهرة في كل حين، يا سيوف الحق في وجه الفتن، يا أمن الدار والحصن الحصين، أنتم دروع الوطن في وقت المحن، وأنتم أسوار البلاد الشامخين. عطوفة محافظ محافظة قلقيلية، اللواء رافع رواجبه، سيادة اللواء زياد هبه الريح مدير عام جهاز الأمن الوقائي والوفد المرافق له، الإخوة قادة ومدراء الأجهزة والمؤسسات العسكرية والأمنية، الحضور الكريم كل باسمه ولقبه باحترام، يا من شرفتمونا بقدومكم من كافة أرجاء الوطن ومن أرض قلقيلية الإياد، نرحب بكم باسم قيادة جهاز الأمن الوقائي ممثلة بسيادة اللواء زياد هبه الريح لتشرفونا في هذا الحفل الرائع الذي نقيمه على شرف تكريم العميد هلال عبد الحق واستقبال العميد حماد كعابي. ونبدأ حفلنا هذا مع لحن الوطن وزغاريد أمهات الشهداء، مع لحن الوحدة والعودة، مع نغمات السلام الوطني الفلسطيني، ومن ثم قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء. المؤسسة الأمنية
التي عملت بجهد بجد واجتهدت والتقت بالأداء والتزمت بالمهمة، فكانت وما زالت حارسة المشروع الوطني الذي ناضلنا من أجله وقدمنا كوافل الشهداء والأسرى والجرحى على مذبح الحرية. إن تعزيز سيادة القانون والعقيدة الأمنية والوطنية هي أهم الدعائم التي أرسلتها بفضل أدائها وعملها في أحلك الظروف لإطلاق قطار التحرير من حيث مواجهة كافة التحديات الأمنية والوطنية. وشكلت هذه المؤسسة التي نفخر بها الحماية للوطن والمواطن من حالات الفوضى والتداخلات التي حاولت تشتيت الجهد للابتعاد عن المسار الصحيح وتنهينا عن المضي قدما نحو تحقيق الأهداف الوطنية العامة وفي مقدمتها التحرير والخلاص من الاحتلال. فكانت الأساس في حماية النظام السياسي ودلمومته على مدار السنوات الماضية ومنذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية. تعرضنا للكثير من المؤامرات وواجهنا العديد من التحديات، فواجهناها بكل صلابة وباقتدار. لهذا استطعنا أن نكون الرافعة الأساسية والبوصلة الأمينة لأبناء شعبنا والقيادة الشرعية في نظامها السياسي والدبلوماسي والذي يقوده فخامة السيد الرئيس الأخ أبو مازن بكل قوة وإرادة صلبة لا تنحني ولا تلين. الحضور الكريم، إننا في محافظة قلقية نفاخر بأداء هذه المؤسسة وبانسجامها وتفانيها وتكاملها في العمل وفي سلوكها ورؤيتها وقيامها بواجباتها مما جعلها تكسب ثقة الجميع. إن القيام بعمليات التغيير والتنقلات هي أمر طبيعي، فهي تقوي العزائم وتشحذ الهمم. فإننا نشهد لسيادة العقيد هلال عبد الحق بحسن الأداء وسلوكه المنضبط وتعاونه الذي أدى إلى رفع وتيرة العمل الأمني في محافظتنا، فكان منسجماً ومهنياً يبذل جهداً غير عادي من أجل تحقيق الأهداف العامة للمؤسسة الأمنية. فنشكره على ما قدم وندعو له بالتوفيق في مهمته الجديدة في محافظة بيت لحم. ونرحب بالأخ العميد حماد الكعبي الذي نعلم أنه جاء من نفس المدرسة والمنهج، وندرك تماماً أنه سوف يبني ويراكم على التجربة ويعطيها بعداً آخر، وسيستكمل الخطر التي من شأنها أن تحمي الوطن والمواطن من العابثين والخارجين والمارقين. نشكر كافة الفعاليات والحضور على التعاون مع المؤسسة الأمنية، ونؤكد على المضي قدماً في المصالحة وتنسيق الوحدة الوطنية الضمانة الوحيدة لإنجاز الاستقلال والتحرير وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. والسلام عليكم. وقبل أن ننهي أود أن أعتذر إلى أعضاء المجلس الثوري الذي لم أذكر أسماءهم في البداية، فلهم مني كل تحية واحترام. عاملين في ساحة الشرف وساحة النضال التي يخوضون غبارها لعزة هذا الشعب من أجل رفعته وحريته واستقلاله، ليضيفوا بتضحيتهم وتفانيهم وبجهدهم إنجازا جديدا إلى بنيان الإنجازات المتحقق بالتضحية والسهر والتفاني بالإيمان بفلسطين الحرة والدولة الآبية، وفاء منهم لعهد الشهداء والأسرى والجرحى ولكل المناضلين من أبناء شعبنا.
وترجمة لبرنامج سيادة الرئيس أبو مازن قائدنا الأعلى عندما وعد وأوفى بهمة رجال الأمن بتحقيق الأمن والأمان للمواطنين وباستكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية العتيدة والتي يعلو بنيانها كل يوم رغم كل الصعاب والتحديات، بهمة كل أبناء المؤسسة الأمنية الذين يواصلون البذل والعطاء رغم كل المحاولات اليائسة والبائسة للنيل من جهودهم وتضحياتهم بالإساءة إليها تشتيتا وتحريضا نقيضا بائسا لأهداف مشبوهة. رغم كل المعيقات والتحديات يواصلون الطريق بكل استعداد للعطاء والتضحية لاستكمال طريق البناء. مع كلمة مدير عام جهاز الأمن الوقائي اللواء زياد هب الريح يلقيها على مسامعكم سيادة العميد عكرمة ثابت مساعد مدير عام الجهاز العلاقات العامة والإعلام فليتفضل. السيدات والسادة الحضور الكريم مع حفظ الألقاب والمراتب، أحييكم بتحية السلام والأمان، تحية قلقيلية الأرض والجمال، قلقيلية الإياد والشهداء أبو هزاع شريم وتوفيق أبو شرار وشهداء الأجهزة الأمنية، قلقيلية الصامدة الصابرة في وجه الجدار التي يحاصرها من كل جانب، قلقيلية الآمنة الهادئة الطيبة بأهلها ومؤسساتها وقادتها. باسم قيادة جهاز الأمن الوقائي ممثلة بسيادة الأخ اللواء زياد هب الريح أبو الوليد نتقدم بجزيل الشكر والتقدير على تشريفكم لنا في حفل تكريم الأخ العميد هلال عبد الحق أبو صامد واستقبال الأخ العميد حماد كعابنة أبو الأمير مديراً للأمن الوقائي بمحافظتكم الوفية. هذين الأخوان اللذين تشهد لهما المؤسسة الأمنية وتشهد لهما مسيرة البذل والعطاء والانتماء أنهما من خيرة أبناء شعبنا وكوادرنا الوطنية التي ترفع لها القبعات. الحضور الكريم، يأتي حفلنا هذا في مرحلة من أدق المراحل التاريخية حيث تشتد المؤامرة على قيادتنا وقضيتنا وتشن ماكنة الإعلام المشبوه والمبرمج حربا قذرة على مشروعنا الوطني وقائد مسيرتنا الأخ الرئيس محمود عباس أبو مازن وعلى حكومتنا وأجهزتنا الأمنية جنباً إلى جنب مع محاولة البعض زعزعة الأمن والاستقرار في المجتمع الفلسطيني من خلال أجنداتهم المفضوحة. اليوم يتوحد الجسد الفلسطيني رغم ما عاناه من ويلات الانقلاب والانقسام، فالوحدة الوطنية أولوية كبرى وبها سنعمل على استعادة جزءاً مهماً من وطننا وشعبنا ومن شرعيتنا الوطنية والمصالحة الداخلية من الأهداف الاستراتيجية التي يجب أن لا تستغل لتمرير مشاريع سياسية إقليمية على حساب قضيتنا الفلسطينية ومشروعنا الوطني، كما أنها أي المصالحة
يجب أن تكون اتفاقاً شاملاً لا علاجاً لجزئيات متفرقة. المصالحة يجب أن تنهي كل الآثار والوقائع التي رسخها الانقلاب البغيض في قطاع غزة من خلال التمكين الكامل للحكومة في الوزارات والهيئات والمعابر والحدود وفي الأجهزة الأمنية الشرعية. إن الهجمة الإعلامية والمؤامرات الخفية التي تحاك ضد قيادتنا ومشروعنا الوطني الاستقلالي تتطلب منا جميعا التوحد والاصطفاف خلف برنامج منظمة التحرير وخلف الرئيس القائد أبو مازن وسياسته ودبلوماسيته المحنكة، كما تتطلب منا دعم وإسناد حكومتنا التي يرأسها دولة رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رامي حمدالله. وأيضا لا بد من إسناد ودعم المؤسسة الأمنية بأجهزتها وكوادرها التي تعمل ليل نهار من أجل أمن المواطن وحماية ممتلكاته ومحاربة الجريمة والتصدي لمحاولات نشر الفتن والفوضى، لتساهم بكل شرف في خلق مجتمع فلسطيني آمن ومستقر. الحفل الكريم، إننا إذ نكرم اليوم أخانا وزميلنا العميد أبو صامد، لا نؤكد لكم أننا مستمرون وبكل ثقة وأمانة وإخلاص في حفظ الأمن وتوفير الأمان من خلال التزامنا بالأنظمة والقوانين وبما يتلائم مع المصالح العليا لشعبنا وحماية النظام السياسي والحرص على تنفيذ تعليماته، ومن خلال الالتفاف الدائم حول قيادتنا الشرعية وبيتنا الجامع منظمة التحرير الفلسطينية، وصولاً إلى حماية المشروع الوطني والدفاع عنه حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. شكراً لكم وكل الحب والاحترام لسيادة العميد هلال عبد الحق، وكل الترحيب والدعم لسيادة العميد حماد كعابي مدير الأمن الوقائي في محافظة قلقيلية، متمنين لكلاهما وللجميع المزيد من التقدم والنجاح. أدعو سيادة الأخ اللواء مدير عام جهاز الأمن الوقائي الأخ أبو الوليد لمنح وسام التميز للأخ العميد هلال عبد الحق فليتفضل. شكرا. السلام عليكم.
الراس هيهات بوقت شبعت فيه الدول مذلة. رغم الجرح وكثار الجراحات لكن شعب اليأس ما وصل له هذه فلسطين تاريخ وحضارات القدس النوي وكثار الأدلة.
هي ثورة نهتف فيها بأننا باقون ما بقي الزعتر والزيتون، وأننا لن نركع ما دام فينا طفل يرضع، وأنها لثورة قدمت الجند والقادة. هي ثورة وقودها الشهادة والعزم والإرادة، هي التضحية بالروح والدم، بل إنها عبادة. ثورة الشعب اللاجئ في كل مكان، ثورة الرصاص والبشر والحجر والشجر، وقد مزجت كلها مع بعضها لكي تولد ديمومة الثورة، حركة فتح. مع كلمتها يقدمها أمين سر حركة فتح إقليم قرقيلية الأخ محمود ولوي أبو جهاد، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. عقوبة اللواء رافع رواج المحافظة محافظة قرقيلية، السيد اللواء زياد هب الريح مدير عام جهاز الأمن الوقائي، الأخ إياد الأقرع عضو المجلس الثوري، حضرة الأخوة مساعدي مدير عام جهاز الأمن الوقائي، حضرة العميد مهدي سبتاح قائد منطقة قرقيلية، حضرة الأخوة مدراء مديريات الأمن الوقائي في محافظات الوطن، حضرة الأخوة مدراء الأجهزة الأمنية في محافظة قرقيلية، الأخوة رؤساء البلديات، حضرة الأخوة مدراء المؤسسات المدنية والأهلية في محافظة قرقيلية، الأخوة القطور الكريم كل بصفته ولقبه. أيها الحضور الكريم، اليوم نقف وإياكم في هذا المقام لكي نكرم ونودع العميد هلال عبد الحق جنرال. الإخوة الحضور، يتعاظم العطاء عندما يكون مقرونا بالوطن، ويرتقي البذل إلى أعلى مناكبه في سبيل حماية المقدرات الوطنية ومشروعها، فيكون العمل قيمة مقدسة ورسالة صادقة، خصوصا في ظل التحديات التي تعيشها القضية والمشروع الوطني، فيصبح بناء اللبنات الأساسية للدولة ميثاقا لا بد منه ولا يمكن الاستغناء عنه أو الحياة. ولا طالما كان جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني أحد أعمدة الصمود والثبات على الأرض، وما يزال مع باقي أجهزة الدولة الفلسطينية المرجوة يشكل درع الوقاية الأمنية وذراع الأمان للوطن والمواطنين. لقد ظل جهاز الأمن الوقائي عنوانا دائما للثبات والتضحية والفداء، قدم الشهداء والجرحى والأسرى في سبيل نصرة القضية الفلسطينية وفي سبيل مواجهة المؤامرات والمخططات المظلمة في أكثر من اتجاه. وإننا في هذا المقام المبارك نستذكر أولئك الذين قدموا في سبيل نصرة الوطن، ونستذكر كل الجراح والعذابات التي رخصت لأجل تراب الأرض المقدس. فنعم الرجال أولئك الذين ذاتوا بأنفسهم وأرواحهم لكي نعيش نحن عيشة كريمة بعيدة عن انعدام الأمن وانعدام الاستقرار. وإن رسالتهم ستظل مرفوعة فوق جباهنا حتى تحقيق كامل الحلم بإقامة الدولة وبناء المؤسسات. إن حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح إقليم قرقيلية تؤكد أننا وإياكم أبناء خندق واحد تربطنا المصلحة الوطنية العليا، ولا طالما ظلت خطواتنا معكم في نفس الطرب والطريق،
وهو طريق المسيرة المكدسة نحو النصر والتحرير، وتتحلى أخوتنا بالعزم والعزة والكرامة والصدق والإخلاص. حريصون وإياكم على إكمال حلم الشهداء وتحقيق الآمال والأحلام. لقد كنتم وما زلتم خير أخوة لنا، أنتم وباقي الأخوة في الأجهزة الأمنية. عشنا الجرح والهم معا، وتعاضدنا وترابطنا كالجسد الواحد. وإنني هنا أثني على صلابة وعزم الأخ المواطن اللواء زياد بالريح، رئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في الضفة الغربية، والذي يزرع الانتماء والوفاء والإخلاص في نفوس ضباطه وأفراده، ويحمل لواء الجد والاجتهاد بمهارية أمنية وعسكرية يشار لها بالبنان، وهو الضمير العسكري والحي الذي يمزج بين الصلابة العسكرية وصلابة الوطن والمواطنين، فأصبح مثالا يحتذى ومرارة تضيء في سبيل الصادقين والمخلصين لأوطانهم. أيها الحضور الكريم، اليوم نقف وإياكم في هذا المقام لكي نكرم ونودع العميد هلال عبد الحق أبو الصامت المدير السابق لجهاز الأمن الوقائي في فرقيليا، والذي يستحق فعلا منا كل ثناء وتقدير، فقد عرفناه صادقا ثابتا مخلصا، وقد كان عنوانا للبذل والعطاء وحسن الانتماء. وإننا نفتخر بمن مثله من الرجال، هؤلاء الرجال الذين لا يؤولوا جهدا لخدمة أبناء شعبهم، وإننا من هنا نتمنى له مزيدا من التوفيق في مسيرته وفي حياته، فكل التحية وكل الفخر الذي نمزجه بحسن الأمان لك أخانا الصادق. كما أننا أيضا نستقبل وإياكم في هذا الجمع الكريم أخا مراقلا ومخلصا ليتولى قيادة جهاز الأمن الوقائي في فرقيليا، ألا وهو العميد حماد كعابلي أبو الأمير، حيث أننا نرحب به أجمل ترحيب ونعتز بوجوده بيننا وانتظاره للعمل في هذه المحافظة المخلصة. فنعم الأهل حلال ونعم الطار وطار، وأهلا وسهلا بك أخانا أبو أمير. السادة والسيدات الحضور، إن جسور العطاء والبذل يحملها على عاتقهم الرجال المخلصين، وإن هذه الأرض وهذا التراب يستحق منا كل قطرة عرق أو دماء، ويستحق أن نبذل له سنين عمرنا غير نادمين ولا متقاعسين. فهذه الأرض هي جمهورنا وعنوان بقائنا، وهي وطننا الذي سقط عليه الشهداء والجرحى. لذا فإننا سنظل متسلحين بوحدتنا وترابطنا، وسنبقى نقدم الغالي والنفيس لكي يعيش أبناءنا حياة يستحقوها، فمعا وسويا لنمضي رغم القهر ومرارة العيش حتى بلوغ الأمال والأهداف، وحتى تحقيق الحلم بإقامة الدولة بعاصمة القدس الشريف، وإنها لثورة حق النصر حق النصر حق النصر. متسلحا بانتمائه الوطني، باذلا من وقته وجهده في سبيل خدمة أبناء شعبنا، ليثبت تميزه وإبداع قيادته. أدعو سيادة العميد هلال عبد الحق أبو الصامت لإلقاء كلمته مشكورة.
اسمحوا لي ان ما احكيش سياسه ولا قانون ولا امن. كنت راح اقول مختصره عن مجموعه المشاعر اللي تكبرت عندي خلال الفتره السابقه في عملي بهذه المحافظه. خلي السياسه للسياسيين وخلينا في مشاعرنا من نبادر. بسم الله الرحمن الرحيم. عضوفة الأخ الوالد رافع الوزبة محافظ محافظة تركيا حفظه الله. الأخ الوالد عبد الوليد مدير عام الجهاز حفظه الله. الإخوة أعضاء المجلس الدوري لحركة فتح حفظهم الله. الأخ العميد مهدي السداح قائد المنطقة حفظه الله. أخي وصديقي وحبيبي الأخ أبو جهاد الوالدين أمين سر الإقليم حفظه الله. إخوتي أخواتي الحضور الكرام مدراء الأجهزة والمؤسسات السيادية والمدنية ورؤساء المجالس المحلية الحضور جميعا مع حفظ الكرام والمسميات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتان ونصف أو أكثر بحريه 10 أو 12 يوم قضيتها في محافظة قرطيل الإياب وأنا أعمل مع زملائي لتقديم أفضل ما لدينا من خدمات أمنية لهذه المحافظة الصابرة المحاصرة وأهلها المرابطين. وقد عشت وزملائي وإخوتي تجربة رائعة غنية على الصعيدين الشخصي والمهني. تقاسمنا الفرح والأمل ولكن أيضا وعلى فترات خضنا غبار التضحيات مما مكننا من تجاوز المصاعب والمطبات بهمتهم أولا وبوعي وانتماء كاد المهم من قيادات حركة فتح الذين تكاتفوا مع المؤسسة الأمنية على الدوام. الأمر الذي كشف عن روح مسؤولية كبيرة ومهنية عالية وإخلاص منقطع النظير. لذا توفرت البيئة المناسبة جدا لتطوير الذات أولا وتطوير العلاقة مع الآخرين من مؤسسات شريكة وتنظيم ومؤسسات وزارية ومجالس وفعاليات مختلفة. وقد أسعدني كثيرا العمل جنبا إلى جنب مع إقليم حركة فتح الرائع وأمين سري الأكثر من رائع أخي وصديقي العزيز أبو جهاد الذي قاد الحركة في المحافظة بانتماء عالي فرض حقيقة أسجلها بكل فخر أمامكم أن فتح في قرطية كانت دائما أول من ينتصر للمشروع الوطني وأول من يدافع عن الشرعية وسيادة الرئيس أبو مازن بكل قوة وانفعال خاصة عندما تشتد المؤامرات والمكائد. فألف تحية لكوادر حركة فتح في هذه المحافظة المظلومة كل باسمه ومحبتي وتقديري لهم كادرا وستبقى تجربتي بالعمل معكم مفخرة عظيمة ودليلا سأهتدي به كثيرا في محطات عملي القادمة. إخوتي جميعا مع حفظ الألقاب والمسميات. خلال هذه الفترة التي قدرني الله على خدمة أبناء شعبي في هذه المحافظة عملت مع زملائي وإخوتي ساعة بعد ساعة يوما بعد يوم لتحقيق نجاحات استثنائية. وكانت أفضل النجاحات بيننا والإنجازات تلك الثقة الكبيرة التي تولدت والمحبة الخالصة التي انخلقت بيننا. الأمر الذي انعكس تلقائيا على الثقة والحب المتبادل بيننا وبين المواطنين. إخوتي الأحبة
أود أن أدعو الله بكل قلبي أن يوفق أخي العميد حماد كعب في مهمته الجديدة كمدير للأمن الوقائي في المحافظة، وليسمح لي هو وبقية زملائي في المؤسسة الأمنية أن أضيف على خبراتهم الكبيرة بعض من الذي اكتسبته في باقين. وأقول لديكم محافظاً رائعاً، ويقف بكل قوته معكم ويساندكم ويوفر الغطاء المناسب وفقاً لصلاحياته لتقوموا بتنفيذ مهماتكم على أكمل الوجه. فقط المطلوب منكم مزيداً من الثقة والحب، فهاتان العنصران مفاتيح الإنجازات وتجاوز العقبات ومفاتيح النجاحات على مختلف الأصعدة. هذه وصيتي لكم جميعاً، ومعاً وسوياً حتى الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأشكر الإخوة القائمين على حق التكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل استكمال برنامج حفلنا وعلى رسالة الأخ أبو جهاد الورغين، أتقدم بالاعتذار لأخونا بيان الطبيب عضو المجلس الثوري لحركة الفتح لسقوط اسمه سهوا أثناء كلمته. واستكمالا لبرنامج حفلنا الرائع ومع الفنان ابن محافظة قلقيلية الفنان جهاد الجيوسي وفقرة فنية أخرى، فليتفضل. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن يشرفني أن أكون بين شباب الوطن، شباب الأجهزة الأمنية، وبالذات في محافظتي محافظة تركيا. أشكر حبيبنا وقائدنا العميد حسام أبو المجد على هذه الدعوة، ولكم مني كل التحيات. أشكركم جميعا على الحضور، وأيضا يشرفني حضوري باسم مديرية التربية والتعليم في تركيا المديرة والطاقم التعليمي، لهم كل التحيات. بالمودع السنجلاوي نستقبل الرحاوي. قال صاحب الوليد طبعا معكم الذراع اليمين للاعمال الفنيه الموزع الموسيقي المايسترو مدوى لويس امون زافيلو، دائما بتفضل الاحتفالات التركيه. ومهندس الصوت ايضا الذراع الايسر مصعب الوليد. يوبا
مع فقرة التكريم ندعو سيادة الأخ مدير عام للمحافظة التركية يقدمه اللواء رافع راجل.
يونس يونس.